هذا واستنكر رئيس لجنه الشباب والرياضه بمجلس النواب عضو مجلس النواب احمد العامر استمرار النهج القطري في ضبط الصيادين البحرينيين مستنكرا ايقاف بطل كمال الاجسام البحريني سامي الحداد ومجموعه من اصدقائه خلال رحله صيد بحريه والذي لا يعكس حسن النوايا لمعالجه ملف الصيادين واشار النائب احمد العامر ان مجلس النواب يتابع باهتمام جميع المستجدات المتعلقه بالصيادين البحرينيين وهذا دور يقع على عاتق السلطه التشريعيه والتعاون مع السلطه التنفيذيه والتاكيد على تحسين معيشه المواطن وعدم المساس برزقه في جميع المهن وازاله العراقيل التي يواجهها الصياد البحريني خلال تواجده في المياه الاقليميه وعدم التعرض له من قبل خفر السواحل القطريه ولفت الى ان الملف هام جدا وما زال مستمر ويتطلب علاجا حقيقيا ولا يمكن غلق هذا الملف دون الاطمئنان على وضع الصيادين البحرينيين الذين يناشدون بشكل يومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المختلفه ويتواصلون مع اعضاء مجلس النواب لايجاد حلول حقيقيه وواقعيه حفاظا على رزقهم.